سنختم معكم هذه الصبيحة رفقة الدكتورة منى أماني، متخصصة في العلاجات الطبيعية للأمراض المزمنة والوخز بالإبر عبر الأذن. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور على خديجة، صباح النور المستمع الكرام. مرحبا. اليوم دكتورة ارتأينا أننا نخصو هذه الفقرة للإرهاق، مشكلة شائعة ربما كتجمع، يعني هذه المشكلة كتجمع ما بين الحالة الجسدية والنفسية، كيكون إرهاق جسدي ولكن ربما كيعطينا، أو إرهاق كيكون عفوا نفسي وكيعطينا الأعراض اللي هي جسدية، وبالتالي كيأدي بينا واحد التعب اللي هو بدني طويل المدى. اليوم غادي نحاولوا أننا نفرقوا ما بين هذه الأنواع ونشوفوا العلاجات المتاحة الطبيعية. ضعينا في الصورة في البداية، يعني إرهاق بالنسبة لك دكتورة، يعني من خلال أو انطلاقا من الحالات كيف يتمظهر، شنو هي الأعراض، شنو هما الانعكاسات ديال هذا الإرهاق؟ نعم لاله خديجة، على خاطر كما ذكرتي هما بزاف ديال المصطلحات ولا بزاف ديال الحالات اللي كيكونوا في نفس الوقت مع بعضياتهم، اللي كيرافقوا مثلا التعب، الارهاق، كنقولوا لونكسيتي، فاتيغي، ستريس. فهنا هي ما بقاوش الناس بزاف كيعرفوا يقولك انا عندي تعب، نفس الوقت ما كنعش مزيان كافي، عندي واحد الالم في الجسم ديالي اللي ما عنده حتى شي مبرر، ومن كندير لي زاناليز ديالي، تحاليل راديوات القراتي، ما عندي حتى شي حاجه. هذه المشاكل اللي غنقولوا واحد 80% ديال الناس اللي كتشكى منها، يعني تيكون صحه جيده مزيان الامور عنده، ولكن تيحس بهذا التعب بالارهاق بزاف الحوايج. انا غادي بغيت نتكلم على واحد الحاجه ولا واحد المساله اللي هي زعما اللي هي بديهيه وكاع الناس كيعرفوها، هي ان النمط ديال العيش ديالنا تبدل. لكن دكتوره قبل ذلك، قبل النمط، يعني احنا ما كنفرقوش ما بين التعب والارهاق، يعني لا فاتيغ ولونكسيتي، يعني احيانا كيوقع واحد الخلط ما بين احنا متعبين او لا مرهقين، يعني الارهاق ربما كيفوت التعب. نعم اكيد، الارهاق هو هذيك المرحله اللي كتوصل تعب، وتعب واحد التعب يومي ملي كنجي من الخدمه حيت كنت واقف النهار كامل، ولا جالس ما تحركش، الدوره الدمويه ما مقاداش، درت واحد بدلت واحد المجهود، ولكن داك الارهاق اللي كنقولوا مرهق، يعني لواحد الدرجه ان عندي الكومول مجموعة داك التعب زائد أمراض زائد آلام زائد قلة النعاس. هنا فين كنهضروا على الإرهاق، يعني ولينا كنوصلوا إنهار الإرهاق اللي هو مزمن، يعني ولا هنا مرض، ما بقاش غير واحد الحالة التعب اللي هي بسيطة. ألوغ كيف ما قلت، هنا منين فهمنا أن الإرهاق هو أكثر من تعب أكيد، فهنايا حنا اللي كان كما كنقولوا النمط العيش ديالنا ولا شويش صعيب، سيغتو من وراء الكوفيد، يعني بزاف الناس، بزاف العائلات، بزاف الناس اللي خدامين والفوا داك لو سيستيم ديال أنه تيجلس قبل لورديناتور خدام، أولا كيخدم جوج مرات في السيمانة، النعاس مابقاش كيدار فوقتو، ولا الناس كيتنعسو معطلين، ولا تيخلط الليل مع النهار كما كنقولوا الليل فايق النهار. الغنى عندنا بزاف الأسباب، كل واحد والحالة ديالو، كل واحد ومنين تيجي هذا الإرهاق. فهنا نهضروا على الإرهاق بصفة عامة، فملي كيجي عندنا شي حد فوق هذه الحالة هذيك، وعندي لافاتيك وعندي لو ستريس وعندي لونكسيتي وما تنقدرش نعس، فهنا كنديروا واحد لو كيستيونير باش نشوفوا طريقة العيش ديال هذا الإنسان هذا، واللي جان دو في ديالو، النهار ديالو كيفاش كيدوز، هو معش يفيق معش ينعس، شنو كياكل، هادو مسائل جد مهمة. يعني خاصها تكون أنا مشيت نمشي غنمشي عند الدكتور نقول له أنا مرهق يعطيه لي فيتامين ولا غادي، لا ما تهضروش على هادشي، ملي تكون مرهق ولا عندك واحد المرض واللي وصلتي لمرض مزمن، أن الإرهاق ما بقيتيش قادر، ولا الهالة السوداء تحت العين، ولا ألم في المفاصل، أسفل الظهر، ولا كتفيق من النعاس ما تقدرش تنوض، تيحط رجلو في الأرض يبغي يوقف كيحس بالدوخة. هنا بزاف الحالات اللي كتجي مع بعضها، ولا غير حالة من هاد لي سامبتوم اللي تنقولو اللي تنحسو بها. ألوغ هنا بعد ما تنعرفوا ان ما عندنا حتى شي مرض اكيد، لان الارهاق يقدر يجي سويتا المالادي من بعد واحد المرض اللي انا معرضي، مثلا ناس ديال السكري، ناس ديال الضغط مثلا، وما عارفينش راسهم، فمن بعد مثلا عملت التحاليل ديالي تنشوف الطبيب ديالي الجينيراليست كيعطيني مثلا انا ما عندي والو، دار تحاليلته كيعطيني بعض الفيتامينات او غيرها. فهنايا كنبداو تنفكروا العلاج الطبيعي. مثلا انا ملي كنقول علاج طبيعي، بما ان ما عندي حتى شي مرض، بان فممكن انا مثلا نشوف انا ناتوروباث يقدر يعطينا السبب من بين الاسباب اللي انا عندي اللي هي سبب هذا الارهاق. فمثلا كنقدروا بتقنيه تشخيص بالاوريكولوثيرابي، اللي هي واحد التقنيه ديال التشخيص عبر الاذن بواحد لاباغي اللي كتخول لنا اننا نعرفوا كما كنعرفوا ان الاعضاء ديال الجسم ديالنا كاملين كتالي لينا في الودينه، بحال هكذا كنبغينا نشوفوا في الودينه دايره بحال الجنين في البطن ديال الام ديالو كما فيتوس. الوغ فيتوس عندنا البليزه فين تنحط الحلقه، لو لوبول
هي الرأس. نعم. كل فيرتيبرا دايره على فين على الجنب ديال الودينه، وهذا هو الشكل ديال الودينه، يعني الاعضاء ديالنا كلها كتالف واحد المسارات في الودينه. فملي كنعملوا داك الجهاز الخاص بالاوريكولوثيرابي، فكيمكن لنا اننا نعرفوا بزاف المشاكل اللي هي عندنا في الجسم، اللي كتكون خاصه بالانرجي الطاقه، او اللي عندها علاقه اون بريفيان، يعني كنتوقعوا شنو يوصل لهذاك لو سوجي، شنو غيكون عنده مثلا مشكل. يقدر يكون عنده واحد المشكل في الخزان قبل ما نعرفها، مثلا بالتحاليل بزاف المشاكل كنقدروا اننا نوصلوا ليها، ولا كنعرفوا هذا لو سوجي يكون مصاب بهذه ولا هذه. فهنا كناخذوا الحذر، كناخذوا مثلا التغذيه، كنديروا بروتوكول اليمونتير، تغذيه صحيه، كنعطيو واحد الريجيم خاص به مثلا يشوف هذه هذا المشكل بالصحه او غيره، كنشوفوا مثلا عاود طريقه الخدمه ديالو، ولا باش كيعمل، واش هذا الانسان كيعمل مثلا بالات اللي كترهقوا، اولا بديزون بعض الاشعه في بعض الالات اللي هي كتكون خطيره عليه. فكنحاولوا ان نوضحوا، كنمشيو معاه بعيد، ما منساوش ان انا تيغوبات تاع كونسيي دو سونتي، يعني واحد الانسان اللي كينصحك كل ما هو خاص بالصحه الجسديه العقليه الباطنية ديالك. طيب الدكتورة، غير فقط واحد التوضيح إذا كان يعني ممكن، فيما يتعلق بالإرهاق النفسي والإرهاق الجسدي. يعني أحيانا ما كنقدروش نفصلوا ما بين الإرهاقين، يعني أحيانا كنكونوا مرهقين جسديا ولكن السبب ديالو كيكون إرهاق نفسي، ولكن ما كنعرفوش ما عارفينش شنو غادي نعملوا، يعني أي خطوة ممكن أن نقدم عليها. نعم اكيد الله خديجه، الضغوطات النفسيه او غيرها. صحيح. كنقولوا علاش نقول دائما لا ناتوروباثي، فان كناخذوا الجسم الانسان، جسم عقل نفس الروح. فاحنا كنقولوا ان الانسان عنده ضغوطات اللي هي نفسيه، اللي كتكون خارج عن، كتكون هي اما عائليه، ضغوطات في العمل، ضغوطات في المحيط مثلا. فهنا هي هاد الضغوطات هي كتأثر بنسبة كبيرة أكيد، لأن النفس ديالنا حتى هي عندنا عليها حق، فهي لما ارتاحتش أكيد غادي تضر البدن. هي ليطاب الأخرانية هي البدن اللي كيتوصل للألم أكيد. أنا لما يكون مرهق نفسيا يعني تعرضت لواحد الضغوطات في الحياة ديالي، تعرضت لواحد لو تروماتيزم، واحد الصدمة، وفاة قريب، أو لا فراق ديال شي واحد اللي كنبغيوه، أو لا بزاف المسائل، لا تعرض مثلا أنني الخدمة ديالي في هذه المنطقة وتحولت لمنطقة أخرى اللي بعيدة. فهنا كاين ضغوطات من ناحية الوقت، من ناحية الإجهاد اللي كندير، زادوا عليا دي طاش في خدمتي مثلا، عندي امتحانات، فالوليدات مثلا في هذه المدة هذه اللي كيوجدوا الامتحانات، ألا فهما وليدات أنا كان كيبقاو في، لأن واحد الإجهاد، لأن ديجا في هذا لاج ديال الأدوليسونس ديجا تبارك الله وعندك امتحانات ومسؤولية، فهي ما كانش عنده من قبل، كان كيولفها بشوي بشوي مي هنا مسؤولية كبيرة، تخطو الضغوطات من جهة العائلة، كاينين شي والدين الله يحسن عوانهم حتى هما، ولكن ما تيعرفوش كيفاش وصلوا لهم، كيوصلوا حتى ذاك الإرهاق لوليداتهم، شنو كيعملوا؟ كيجي لا راه إلا ما نجحتيش راه غادي تخطي، راه خصك غادي ما تيغلى، خصك تراجع كل شيء. هذا الوقت ما تنساوش أن هذاك الوليد عنده واحد الكاباسيتي. صحيح. قدرات نفسية، تنهضروا على النفسية عاد ديك الجسدية، فهو يلاه كي يلاه كيتأدب بشوي بشوي، عارف عنده ان بروغرام لي تروشارجي، وعارف خصو يطبق هادي وهادي، وعاد لي ماتيار هادو سيونتيفيك هادو خاصني نتبع، باقي خاصنا يا إما نتبعو معاهم ولا نعطيهم واحد الثقة في النفس ديالهم، هي جد مهمة. هنا فين كيكون داك الإجهاد ولا داك العامل النفسي جد مهم. فملي كنكون مرتاح فيه، عندي لي كونديسيون في المنزل ديالنا، كاع الوليدات اللي كيسمعونا حاولوا ما امكن انكم تعطيوا الراحه لراسكم، لان الراحه هي اهم حاجه، حاولوا ما امكن وانتم كتحفظوا وانتم كتراجعوا في هذه الوقيته هذه، انكم تعملوا واحد لومبيونس زوينه، جو نوع من الموسيقى الهادئه، نوع من الروائح الطيبه اللي زوينه، لان كتساعدنا على التركيز، ونحطوا نفس هذاك العطر في الامتحان ديالنا، لانه كيحاول انه يذكرنا مثلا بهذا. فنبعدوا على كل ما بزاف الوليدات تلقاه سد عليه لا شومبر، وسد عليه الشجون ديالها، وخانق راسه، فكيفاش ما غاديش يتعرض لواحد الضغط اللي هو نفسي اكيد، عاد داك لابوي ديال لي بارون، ديال المدرسه، ديال المحيط. غير لو فات انك تشوف تقول عندك امتحان ولعب، ولا عندك امتحان وراك خارج، هادشي ضغوطات نفسيه. حنا عطينا واحد المثال اللي هو ديال هاد الوقيته هادي، الوغ الضغوطات النفسيه يمكن ليها انها تاثر فينا حتى 90%، واش تعطينا بالتالي هاد النوع من الارهاق اللي هو كرونيك كنسميه، فكيبقى عندنا
مزمن تماما. فكيتولي ارهاق مزمن تماما. ارهاق مزمن ملي كنوصلوا للارهاق مزمن فكيصعب علينا اننا نعالجوه، لاننا كيخصنا نديروا جلسات نفسيه، كيخصنا نديروا جلسات مع دي كوتش ولا اطباء نفسيين، خصنا ناخذوا ادويه بعض المرات مكملات غذائيه، ونقدروا كاع نوصلوا للادويه اللي هي غتكون كما كنقول كيميائيه اللي تقدر تكون عندها خطوره وتاثير على حوايج اخرين في حياتنا. فنحاولوا اننا ما نوصلوش للارهاق انه يوصل مزمن واللي شاد فينا. ففي البدايه ديالو كيفاش مرهق متعب، عندي واحد النوع من التعب اللي مابقاش كيحيد مني، نهار على نهار كنحس براسي مرخي ما بقاتش نوض، كنعس ما محتاج سوايع كثر، وكنوض الصباح كنحس براسي كما كنقولوا بهذا التعب من الدارجه مطحطح من ديك اللي كنسمعوها بالصباح اللي واكل العصا. فهذا اكيد لان الجسم ديالك جا تيتكا منك، تيعطيك واحد العلاقه انذار تقول لك انا عييت منك انا صافي هذا هو الجهد ديالي، فكيعطيك انذار لانه تعب بزاف. اذا هنا حنا امام البحث عن حلول، والحلول غادي نشوفوها اليوم طبيعيه دكتوره، يعني شنو المقترحات ديالك؟ الوغ بالنسبه للتعب كما قلنا ارهاق اللي هي اللي فوت على ديال لو كور، كتجي كيفاش؟ الى جينا سيونتيفيكمون كاينين دي توكسين السموم اللي تتراكم في الجسم، هي تتسمى الم في المفاصل، الركبه، في لاشوفي، في البواني، تتولي تجيك انتوندينيت، يعني كلشي تيجيني ساهل، كتافي كيحرقوني، تنتمشى وانا ظهري ولا كتفي كوربي. الوغ هنا الحل الوحيد واول حاجه باش نتهناو من الارهاق هما تقنيه الحجامه. تقنيه الكؤوس، الحجامه نديرها يا اما جافه يا اما دمويه، ولا نعملها بالزيوت اللي كتكون بحال الشكل ديال ماساج. فما ما فيها باس نعمل لمده ديال كل اسبوع واحد الحصه ديال الماساج بالزيوت اللي كتخول لنا ايضا ان دوك المسام تيتحلوا وتخرجوا لنا لي توكسين. عاد ممكن انني نديرها دمويه جوج مرات في الشهر، حتى المره واحده في الشهر ماشي مشكل كبدايه باش نحيد مني هذا كما كنقولوا حنايا هذا المشكل ديال لي توكسين اللي متراكم عندنا، على اساس اننا كنشوفوا مع المعالج ديالنا واش اللي خصنا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، على حسب داك البروتوكول، على حسب الحاله، وعلى حسب العمر، وعلى حسب واش كاينين امراض اخرى اون باراليل. هذه مساله او علاج اولي، يعني كالورجونس خصو يدار باش استعجالي، هذا استعجالي استعجالي الاول ولا خصنا نديروه. عاد كندوزو لتقنيه الوقت بالابر اللي حنا كنعرفوا ان الارهاق شنو كيجي حنا قلنا الارهاق ولا التعب النفسي، فهنايا كنهضروا على المسارات الطاقيه الانرجي، الطاقه ديال الجسم. كي كنهضروا على الانرجي فعندنا حنا مسارات طاقيه، علاش نقولوا خصنا نمشيو حفيانين نتحفاو في الارض؟ الناس اللي عندهم مثلا هذا كنقولوا باركي اللي هو ارتيفيسيال راه ما كيتوصلوش، ما كاينش واحد التواصل مع الارض مع الطاقة الانرجي ديال التراب. فهنايا كنحاولوا نديروا المشي على في الرملة، كنحاولوا نديروا مثلا نكونوا اون كونتاكت كما كنقولوا مع الغازون ولا مع التراب. هذه مسألة اللي هي جد مهمة كيخصنا نعملوها. الوغ هنايا هاد المسارات الطاقية كيخصهم يتغداو، كيخصهم انهم كما نقولوا يحيوا يعاودوا تغياكتيفاو حيت كيترافيو مع بلوكاج. فكنعملوا هاد الجلسات ديال الوقت بالابر عبر الجسم، تتبدا من سبع رجل حتى الراس ديالنا، يعني فتلقى اباري في الرجلين، في ركابي، في المسار الطاقي اللي غادي القلب، في البطن ديالو، في الظهر، في جنابه، في الكتف، في اليد، في الراس ديالو، في الجبين، في الاذن. دونك هذه تقنيه الوغز بالابر عبر الجسم اللي هي لاكوبونكتور. نعم. كنمشيو عاود للتقنيه ديال لوريكيلوثيرابي اللي هضرنا عليها كنديروا بعد التشخيص، واللي انا كنحبتها بزاف لانها سيونتيفيك، يعني عندها نتائج اللي هي ايجابيه. نتائج ايجابيه تماما جدا. صحيح. يعني كنهضروا على زون غيفليكس اللي هي في الودينه، فكنحاولوا اننا كنوصلوا واحد لي زاليرت للجسم في الدماغ ديالنا، تنقولوا للجسم راه تيعاني، حنا عارف الجسم راه عطانا دي فوس اليرت، حاول انك تعطينا مثلا سميتو لا مورفين كيفرزها كماده باش يهدل لينا هاد الالم. دونك هذه التقنيه بين تقنيات. عاد كاين بعض لي تيزان اللي كنوصيو بهم مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم الارهاق التعب وما تيقدرش ينعس. صحيح. ولكن عيني محلولين، هذه هي اصعب حاله، يعني ملي تنكون الجسم مرهق متعب ولكن ما قادرش ينعس، ولكن ما قادرش يغمض عينه. الكل يتشكى من هذه الحاله فعلا. اكيد حياتي هو وصلنا للونكسيتي، يعني وصلنا للصافي، وصلنا لان تنعس ما بقاش. كاين الناس اللي جاونا حالات اللي 10 ايام ما تينعسوش، كينعس ساعه ساعتين حيت صافي كما كنقولوا الطفل وكوغ عيا مي كينعس كيحل عينه كيحس براسو كاع ناس. الوغ هنا كنحاولوا ما امكن اننا نعملوا دي تيزان مثلا اللي كنقولوا حنايا دي تيزان، فنقدروا ناخذوا لاكامومي اللي هي البابونج
نقدروا ناخذوا مثلا لويزا، نقدروا ناخذوا الزعتر الا كان عندنا دي بروبليم ديال الامعاء، لان اي ارهاق اي تعب عنده سبب علاش. فاذا كان عندنا مشكل ديال مثلا المعده فيها الام، نقدروا ناخذوا الزعتر ديال التيزان ديالو، الزعتر ولا زعتره. نقدروا ناخذوا لافونت اللي هي الخزامه، نعملوها في التيزان ونشربوها بلا سكر، او لا يمكن ان ناخذوا الزيوت الطبيعيه لافونت مثلا. صحيح. الخزامه نعملوها تحت الخديه ديالنا، ولا نعملوها هكا من ورا الودينات ديالنا، ولا نديروها في الدوش ديالنا مثلا وحنا كندوش، ونعملوا حتى فيها الماء طايب بزاف، ونعملوا قطيرات ديال هاد ويل ديال لا لافونت ولا الخزامه، الزيت ديالها، ونحاولوا اننا نشللوا بها في الاخر، فهي كتبقى في الجلد ديالنا، وبالتالي ما حتى الرائحه ديالها كتسهل علينا اننا نترخاو ونكونوا في حاله ارخاء باش نستسلموا للنوم كما كنقولوا. الوغ هاد كاينين تقنيات اكيد بالنسبه لهاد المشاكل ديال النوم، اللي هي ديال لو بيرسينغ. بحال لو بيرسينغ كنعملوه، كنشوفوا بزاف الناس دايرين حلقات في وديناتهم. نعم. كيقول لك مشيت عند واحد لوغيكيوغرافيست، مشيت لهاد البلاد فلان ثاني باش درتها. فاليوم راه في المغرب كاينين هاد التقنيات كاملين متاحه، كاينه عندكم كتعملها دكتوره يعني؟ أكيد. أكيد. فهي تقنية كنعملوها بواحد اللي كنقولوا دي زيغوي سمي بيرمانون، صغيورين رفيعين اونور بالذهب، اللي ما غاليينش فريمون، كيجيو تيتحطوا باش ما يكريوش دي زاليرجي، كيتحطوا فواحد المنطقه معينه في الاذن، وتنغطيوهم بواحد الباغادغا باش ما يخرجوش، لان اين فوا تنزولوا داك الباغادغا تمشينا داك اللي كوي روسنا، يعني الطريقه ديال الوضع ديالها سهله، يمكننا نزولوها عندنا في الديور. فهذه كنعملوهم بمثابه انك عملتي واحد الحصه في الكابيني، فانت كديرها مده ديال شهر، وكتبقى في الدار ديالك مرتاح ومهني، بحال اللي خديتي ان تريتمون اللي هو ناتشورال عندك في العياده، وهو راه عندك غير في الدار. الوغ هادو من بين التقنيات. نعم. واحد كنصححوا كما كنقولوا ليجيندولوجي ديال هاد الانسان هذا ولا هاد الشخص المصاب، نحاول اننا نبدلوا له العادات السيئه. مثلا كاين عادات اللي هي غير حميده وخاطئه ربما كنرتكبوها، وكنحصلوا وكان النتيجه ديالو تحصيل حاصل ديال هاد الاخطاء كتكون يعني هاد الارهاق او هاد التعب. اكيد. لا خديجه، كاين بزاف د الحوايج واغلاط اللي كنقوموا بها. كاين بزاف الناس يدخل من الخدمه ديالو شي يدخل باغ اكزومبل ما تيعملش حتى الدوش ديالو، ولا مثلا خصنا نقول واحد المساله جد مهمه، فرهني تنحيدوا الاحذيه ديالنا، كيخصنا ضروري نغسلوا رجلينا، ننظفوهم بواحد الطريقه اللي هي جميله، ندير شويه واحد الحمام ديال الماء سخون لرجلاتي، واحد الباسين نحط الماء مع البيكربونات دو صود ولا الخل مثلا العادي، نيطوي برجلاتي، نسالي نمسح مزيان، نشف، نعمل كريم ولا ديزويل، واحد البتي ماساج بالرجلاتي غير بيدي، غادي يحيد لي التعب، لان النهار كامل حنا قايلين واقفين على رجلينا لابسين احذيه النهار كامل. فهذه من بين العوامل اللي خصنا نعملوها، فكنأكد عليها بزاف، لان بزاف الناس كيعملوا الغلط، ولا تيعمل دوش ديالو غابيد سريع دغيا وتيخرج على رجلاتك. حاول دير لهم شويه الماء دافي، حاول دير لهم بيكربونات باش تنظفهم، حاول دير لهم ديزويل. كاين بزاف المواد اللي كيتستعملوا وتتباعوا اوسي في المتناول ديال الجميع، اللي نقدروا نستعملوهم لهم، اللي هي الراحه ديالنا كتبدا من الرجلات ديالنا. صحيح. والتعب كيبدا من القدمين. من صحيح. من القدمين اكيد. الوغ هادو بالنسبه تعمل الحوايج اللي انت نقول في الكوتيديان ديالنا اللي خصنا نعملوه. صحيح. خديجه. طيب في الأخير نصيحة يعني تكون لكل السادة المستمعين فيما يتعلق بالاهتمام بالصحة ديالنا عموما، باش ما نوصلوش لهذا الإرهاق، يعني شنو الحكمة؟ نعم. أنا أول حاجة نقولها لنا في كامل اللي تسمعوني، الله يجازيكم بخير، بقاو تتصنتوا لو كور ديالكم، بقاو تسمعوا الجسد ديالكم، البدن ديالكم، كما كنقولوا تصنت لعدي معتك، دير واحد الوقيته على الاقل، شوف على الاقل، شفتي ملي كنصليو في الاخر النهار في العشاء، ولو انا جالس شنو كندير؟ كنبقى نصنت البات ديالي، تنغمض عيني، وكنعطي لراسي الحق انني نصنت له. فملي كنصنت اكيد يا اما كيكون شي مشكل اللي عندي في الذهن ديالي، كيبقى يدور لي في راسي فلان هذا كنعرف انا مشاكل عندي هي مشاكل نفسيه. ملي كنصنت راسي تنغمض عيني، فكنقدر نسمع واحد الضره هنا في الركبه، واحد الحريق في التحت ديال الظهر، كتفي ما قابطوش مزيان، فهنا كنعرفوا عندي مشاكل بدنيه. فهنا ملي تلقى مشاكل بدنيه، انت محتاج واحد القسط ديال الراحه. نعم. صحيح. اختار فراش هادئ، اختار لي كونديسيون، الضو اللي غتنعس به، التلفازه ما تنعسش بها، ما تنعش وانت قابل التليفون، حيد الويفي والغيزو، كلشي دير مود افيون، وشد داك التليفون حتى الصباح وفيق، ولا خرجوا من لاصال اللي انت نعس فيها. هادو مسائل جد مهمين، اللي كيكون العامل ولا المشكل اللي كنلقاه، جيت ديالي ما فيه حتى شي الم مرخيوي، ولكن كنلقى راسي وانا مغمضه عيني، وانا فحال الاسترخاء بيني وبين راسي،
بداو يطلعوا لي مشاكل، فلانه قالت، فلان قال لي، عيط عيط، صحيح. ودار في فلان لو باترون ديالو هادي، كنعرف المشاكل ديالي ها هي دي نفسي، يمكن لانها تطور ترجع مشاكل خطيره بالفعل نفسيه تكون مش عارفه. الله يجازيكم بخير، طول لو كور ديالكم، وانا غادي في السياره وصايد وكنلقى راسي غير ساهي كيفاش درت توصلت لهاد البلاصه. عندك مشكل اللي هو نفسي ولا دي تروماتيزم ولا مشاكل اللي خصك تبعد منها؟ انت صايك تتحس بالالام باختو، يعني عندك مشاكل في الجسد ديالك، عطي له الراحه، دير له ممتاز الماساج، دير له حمام سخون، عطى الله المشاكل اللي نقدر فعلا. زعما نتفادى هاد المشاكل الصحيه بها. شكرا جزيلا، كل امتنان لك دكتورة منى أماني على كل هذه النصائح والتوصيات، شكرا جزيلا. عافيك لاله خديجه، مرحبا، وصباحك مبروك، الى أهلين اللقاء ان شاء عليك، الله. شكرا، إلى الملتقى، مع ان السلامة. شاء الله إن شاء الله. إذا بهذا سنسدل الستار مستمعينا على فقرات اليوم، من صباح الخير، وأنا على وعد اللقاء بكم.